ومؤسسة البناء لقسنطينة. سيداتي أوانسي سادتي أصدقاء الرياضيين هواة كرة القدم، عيد سعيد وكل سنة وأنتم بخير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الأمسية الكروية اللي نتمنى تكون شيقة وفي المستوى، واللي راح تجمع بين كل من بلدية نفط وهران ومؤسسات الأشغال لقسنطينة. فريق اللي حقيقة كان مفاجأة الموسم بوصوله إلى الدور النهائي من كأس الجمهورية، كأس موسم 85. لا بأس نذكر أصدقائنا الرياضيين بتشكيلة الفريقين. بالنسبة لبلدية نفط وهران عندنا 7 في حراسة المرمى، رقم 2 بن أرماس، رقم 3 لباح، رقم 4 والناس، رقم 5 بالعباس، رقم 6 شريف الوزاني، رقم 7 مشري، رقم 8 سباح، رقم 9 بن ميمون، رقم 10 بن يوسف، رقم 11 مزيان. في الاحتياط عندنا لكحل شلاوة، بن مستورة، مولسهول، بركان كرشة. المدرب والسيد مشري بمساعدة قشرة. بالنسبة لفريق مؤسسات الأشغال لقسنطينة عندنا في حراسة المرمى بوطمجات، رقم 2 عيشون، رقم 3 قسمون، رقم 4 بوطبع، رقم 5 بولفلفل، رقم 6 دبشي، رقم 8 فندي عبد العزيز، رقم 11 سليماني، رقم 7 بوزيد زبير، رقم 9 بن كنيدة مسجل هدف فريقه في الدور النصف النهائي امام فريق غالي ريم عسكر، رقم 10 بوزيد يوسف. في الاحتياط عندنا لسياس، رقم 12، رقم 13 سحتي، رقم 14 بلهام، رقم 15 ديابي، رقم 16 الحارس الثاني زروخي.
إذن سيداتي وانسي سادتي، بعد الاستماع إلى النشيد الوطني نكمل تشكيلة فريق مؤسسات الأشغال لقسنطينة اللي يدربه السيد زيد رابح. فريق مؤسسات قسنطينة الغير معروف عند الجمهور الرياضي، حيث يعتبر كما قلت مفاجأة الموسم، حيث وصل للدور النهائي هذا بعد مجهودات كبيرة، وبعد ما كانش ينتظر في هذه المغامرة اللي كانت حقيقة مغامرة بأتم معنى الكلمة بالنسبة لهذا الفريق الشاب اللي يضم في أغلبية لاعبين تاعو من عمال مؤسسات الأشغال لقسنطينة. وهكذا الإرادة والعمل الجاد والمتواصل كانوا هما السر الوحيد لوصول فريق مؤسسات الأشغال لقسنطينة إلى الدور النهائي هذا. مولودية نفط وهران، كلنا يعرف مولودية نفط وهران كانت فازت بأول كأس لها سنة 75 أمام فريق مولودية قسنطينة آنذاك، وفازت بالكأس الثانية في الموسم الماضي أمام جيل هندسة البناء في باتنا كما نعرف. بالنسبة لمولودية نفط وهران فريق قوي، فريق معروف على المستوى الوطني وكذلك على المستوى القاري، بحيث كان وصل لعب أدوار رئيسية بالنسبة لمنافسات كأس إفريقيا للأندية، وكان أقصية أمام جان دارك السنغالي بعد تعادلوا مع هذا الفريق وبعد ما خانتوا الخبرة والتجربة. المهم لقاء اليوم هو لقاء نهائي لنيل كأس الجمهورية. يحضر هذا اللقاء سيادة رئيس الجمهورية الأمين العام للحزب وعدد من أعضاء الحكومة والحزب. فريق مؤسسات الأشغال لقسنطينة كان وصل للدور النهائي هذا بعد مجهود كبير، وبعد اللقاء الأول أمام صلب عنابة اللي يلعب في القسم الجهوي اللي فاز عليه 4-0 بدأت أمال الشباب بدأت تتبلور، حيث اللقاء الموالي كان لقاء أمام تيارت وينفاز على فريق شبيب التيارت اللي ينتمي للقسم الأول هدف لصفر، وهدف الدور الثمن النهائي، ثم فوزوا على مولودية باتنا في الدور الربع النهائي بهدفين مقابل هدف. اللقاء كنا شاهدنا لقطات منه، ثم في الدور النصف النهائي كنا شاهدنا المقابلة أمام غالي ريم عسكر من القسم الوطني الأول، فاز عليه بهدف لصفر. بالنسبة لتحضير الفريق كما يقول مدربه السيد زيد رابح اللي يبلغ من العمر 35 سنة، يقول أن التدريبات جرت على ما يرام. طبعا بعد وصول الفريق للدور الربع النهائي بدأوا اللاعبين وبدأ المدرب وبدأت الأسرة على الفريق تفكر في ما أكثر وتطمح إلى الوصول إلى ما أكثر من هذا، وبالفعل فضل الإرادة وفضل المجهودات والعمل المتواصل وصل الفريق إلى الدور النهائي. مولودية نفط وهران كما نعرف أقساط، كذلك فرق قوية كان آخرها فريق سكاكين برج النايل اللي فازت عليه في الدور النصف النهائي بعد تعادل وبعد الوقت الإضافي بفضل ضربات الجزاء. بالنسبة لطاقم التحكيم ضروري أن عبد الرحمن برقي الحكم الرئيسي نتاع اللقاء، 38 سنة حكم دولي، كان بدأ التحكيم منذ سنة 67-68 بمساعدة رشيد مجيبة اللي كان أدار اللقاء النهائي في الموسم الماضي، وبمساعدة كذلك سعيد رومان. جمهور لا بأس فيه يحضر هذا اللقاء، هزيج وفرحة كبيرة عند أنصار الفريقين، وانطلاق المقابلة الآن انطلاقها لصالح مولودية نفط وهران عن طريق سباح وشريف الوزاني، وكرة أول كرة ضايعة من طرف بن أرماس. شريف الوزن رجع للكرة في الوسط، بن الرماس انطلق على الجاليب فتحة ممتازة، والحارس حارس بوطمجت
اول محاوله لطرف مولوديه نفط وهران اللي بدون شك كما صرح لنا مدربها سي مشري انها تاخذ الامور بجديه. بن كينيدا صالح مؤسسات قسنطينه ايكوتاك سابقا ممتازه منه فتحه والدفاع ممتازه الانفلاته هذه على الجهه اليسرى وين موجود لباح بن ميمير بن يوسف يخرجها لباح او سباح من 8 بن ارماس للشاب مشري على الجهه اليمنى تماسك البرقي لقاء منقول مباشرة من ملعب 5 جويلية الأولمبي ويشارك في إخراج كل من الإخوة هشم شريف ودبيشي بريم طبعا بمساعدة مجموعة كبيرة من الفنيين والتقنيين لسهري على نقل كل صغيرة وكبيرة في هذا اللقاء النهائي. لقى الان على الجهه اليسرى من طرف عشر بقي عند الكره فتحه طويله لكن يخرج قائد الفريق وعميد الفريق السبع 37 سنه واكبر عنصر في صفوف مولوديه نفط وهران قائد الفريق عشر كره ما توصلش بن يوسف صالح مولوديه نفط وهران اللي تلعب بقمصان بيضاء وشورت ابيض كرة مرتدة من وسط الميدان وصل لفندي عبد العزيز ممتاز الشاب هذا ده الشاب فندي الثلاثة اخ غلطة غلطة وكاد بن كنيدة لولا يقظت الحارس تدخل تاع بن العباس بن ارماس في الوسط من الموجود شريف الوزاني معول عليه في وسط الميدان لجانب بن يوسف وصباح ثلاثي ممتاز بن نرمس ويلا فوق المرمى ثلاث دقائق لعب 0-0 في النتيجه بين مؤسسات الاشغال لقسنطينه بلباس احمر واسود ومولوديه نفط وهران بلباس ابيض لقاء نهائي بنيل كاس الجمهوريه في هذا الموسم عارف كان شباب مؤسسات الاشغال القسنطينه راح يلعب بنفس العزيمه ونفس الاراده اللي لعب بها امام غالي رايد معسكر ونفس الاسلوب كذلك حيث الشيء الملفت للانتباه هو كونه فريق لعب بدون مركب نقص ما هو مشاهده مقابله في المستقبل اللي هو ان الفارق واضح بين الفريق بن ارماس خبره وتجربه بن يوسف تكلو رجع لي صباح ومخالف تحرير كان تحرير جيد من طرف شباب قسنطينة اللقاء الفريق كان موجود منذ يوم الاحد هنا حتى يتعود على الارضية تاع الميدان ويكسب الجانب البسيكولوجي الفريق ذكر يلعب في بطولة ما بين الرابطات بقسنطينة لابس في تسلل في تسلل تاع اللاعب مزيان رقم 11 5 دقائق لعب 0-0 في النتيجه مولوديه نفط وهران بلباس ابيض ومؤسسات الاشغال لقسنطينه لباح 16 سنه وتجربه دار يلعب ضمن الاكابر لاعب كنا شاهدناه في منتخبنا الوطني للاواسط بلا بس
قبل الراس. لعب مركز على الجهه اليمنى مطرف فولوبي كفتون. المشري ممتاز بالسرعه نتاعو بالمراوغه. بعد 10 سنة الشاب مشري. بن رمز تحطوا إلى موجود بن ميمون ضربة رأسية صعيبة صعيبة كادت تخادع الحارس. بوطم جد 27 سنة مرت فوق العارضة. لكن النتيجة على حالها بعد مرور 6 دقائق لعب وهذه الإعادة. الصورة البطيئة. شكرا للزملاء الفنيين بالاستوديو. ممتازة المحاولة. لباح فيه اللباح رقم 3 وسباح رقم 8 شريك الوزاني. مريرة لبن يوسف. بن يوسف بالعرض اتجاه بن هرماس الموجود وحده على الجهه اليمنى. فتحه طويله طويله كثير وتخرج ضايعه. 6 امتار لصالح الحارس بوطمجات. طبعا بحذر كبير من الجانبين. عيشوا في التنس. لذا فوق لكن تبقى الكرة عند لاعبين تاع شباب قسنطينة. فريق سليماني وركلية. أول ركلية لصالح الشباب الرياضي لمؤسسات الاشغال لقسنطينة. هذه التسميه صحيحه لهذا الفريق الشاب والممتاز في ان واحد. نقول هذا بعد النتائج الايجابيه اللي تحصل عليها لها. فندي عبد العزيز 26 سنه. فندي هذا الاخ الثالث لفندي اللي عرفناه ضمن فريق مولودية قسنطينة منذ سنوات والمنتخب الوطني كذلك. شريف لوسي من السباح نحن ممتاز في السباح. السباح مشكل في السباح لكن ضيع منهم الكرة للتماس. رسالة بلودية نفطها لباح كيف نصر استيمان او مزيان. فعل حتى الان مستميت. دفع بقوه على منطقته. دفع مؤسسات الاشغال لقسنطينة. انطلاقه من فندي. وسط الميدان تبقى يبقى عنده الكره. توزيعة ذكية لرفيقه وقذفة ممتازة. ممتازة وسبع كان ممتاز هو الاخر حيث وجد صعوبة في اخراج الكرة. شوف الاعادة تاع اللقطة. اخذ ورد بالكرة بين فندي عبد العزيز وبوزيد زبير. القذفة منها الاخير كادت باغت السبع لولا
المكان اللي كان فيه، كان موجود في مكان سمح له بإخراج الكرة وبصعوبة. صعيبة مرة أخرى بعد خروج غير موفق للسبع. لقطة خطيرة، أول لقطة خطيرة في هذا اللقاء، وهذا في الدقيقة الحادية عشر. هاي الإعادة من زاوية أخرى، تمريرة والقذفة قوسة ممتازة مرة أخرى. سليماني لباح، كرة ساخنة حارة في وسط المنطقة، ولباح يخرجها. فريق مؤسسات الأشغال يلعب بدون مركب نقص، هذه الميزة اللي عنده، يلعب بإرادة كبيرة. وهكذا كرة القدم، ما فيش سر، السر الوحيد هو الإرادة والتحضير الجيد من ميمون معزول. التدخل بطبع أكبر عنصر في صفوف الفريق من 30 سنة. فين كينيدا ممتازة التمريرة لكن ما تفوتش. شريف لوزان، اختلطت الأوراق بالنسبة لمدير تف طهران في هذه الدقائق. بن ميمون انطلاقة، انطلاقة من بن ميمون على الجهة اليسرى، وشرح يفعل بالكرة، حب يراوغ يدخل داخل المنطقة، فتحة والدفاع، دفاع ممتاز ممتاز عن طريق قسمون، يخرجها للتمس. سبع بن ميمون والدفاع يدخل جهة قلب الهجوم. هجوم من كبيرة، تمس لصالح البلدية والحارس. بنت على مؤسسات الأشغال تبقوا في طريقة ذكية، حيث التفاف حول منطقتهم ثم الانطلاق في الهجومات المعاكسة. يتطلب إمكانيات بدنية كبيرة، الشيء اللي لاحظناه في لقائه أمام غاليري معسكر، أنه يتمتع بلياقة بدنية ممتازة بالمقارنة مع فريق يلعب في القسم الوطني الأول. والناس ما يتفاهمش مع رفيقه، ضيع كرة هكذا للتمس. الليمور وما يسجلش، ثم مزيان وما يسجلش، والآخر تصطدم بالدفاع، استباتة كبيرة في الدفاع. لقطة في الدقيقة 14، ضيع من مولودية نفط وهران بعد أخذ ورد في منطقة مؤسسة قسنطينة. شريف لوزان، بن كينيدا قصها بين الراس، إعادة على المحاولة هذه من مزيان، تصطدم تحت اللاعبين، فرصة تضيع، فرصة لكل فريق للتسجيل، تبقى نتيجة متعادلة 0-0. بن يوسف يجرب حظه من بعيد، يرجحها الدفاع عن طريق بطل. كمسي بردي يعطي انذار شفاهي لاحد اللاعبين من مؤسسات الاشغال. شريف لوزان، دور النهائي الثاني بالنسبه لمولودية وهران، الموسم الماضي كان فاز بالكاس. يوسف ما يتفهمش مع رفيقه، ضيع بن كينيدا، فندي فاز الشباب، بن كينيدا تمريرات قصيرة ثم توزيع الكرة في الوقت المناسب للاعب اللي يكون في وضعية تسمح له
باستقبال الكرة. ومخالفة بعد لمس باليد. لباح التماس لصالح الشاب لباح 19 سنة. شريف لوزان جحم لمزيان لباح جحا لسباح اليسرى بفائدة من يوسف تركها لبن أرماس. أرماس فتحة طويلة جاء بن ميمون تخرج الكرة استمتار قول سيم جيبا. جيبا هو المساعد الأول للحكم الرئيسي. جيبا اللي كان أدار اللقاء النهائي تاع الموسم الماضي بين مدينة نفط وهران وجيل هندسة البناء. حكم دولي 37 سنة. حكم لامعين. تسأل يقع تحضير جيد. بوزيد يوسف رقم 10 ترك الكرة لرفيقو. فندي قائد الفريق رقبة بالصدر وتدخل الدفاع. تبقى الكرة عند لاعبين قسنطينة تخرج طول سيروماني بن ميمون قلب الهجوم وهداف فريق بلودية نفط وهران. مخالفة لصالح دبشي. مراوغة هاي كثر من المراوغات. ضيع منه الكرة شاب بن كيميدا. بن ميمون أو مزيان منتشن دقيقة لا 0-0 في النتيجة بين مولودية نفط وهران بلباس أبيض والشباب الرياضي لمؤسسات الأشغال لقسنطين. دور نهائي لنيل كأس الجمهورية. مشي روغة مليحة وعرقلة تمد اللعب هذا على سرعته وعلى المراوغة كذلك. أصغر عنصر في صفوف مولودية نفط وهران 17 سنة وتلعب المخالفة من أرماس والدفاع يدخل. دخل دفاع بقوة وخرجها للتماس. كل اللاعبين في منطقتهم لاعبين مؤسسة الأشغال القسنطينة حفاظا على شباك بوتمشات. دقيقة طويلة ما وصلش ومخالفة. مخالفة ضد مزيان. اتجاه اللوحة والوقت 19 دقيقة. غلطة في مراقبة الكرة لمس باليد ولمس باليد من بوطبع. الحكم تعاد ويعاد تنفيذ المخالفة من مكان وقوعها. هذا هو القانون. بن يوسف مع سباح تركها لبن يوسف الدفاع. لاعبين تاع مدينة نفط وهران يحاولوا الدخول من وسط المنطقة. فيه التفاف تاع اللاعبين كل من بوطبع بوفلفل أو بوفلفل رقم 5
كون الجدار. كما قال المدرب بشري، فريق تاع شباب قسنطينة يعتبر صعب، مقابلة اليوم تعتبر صعبة بالنسبة لي نظرا بالإمكانيات الكبيرة اللي عند هذا الفريق. سبح والحارس يتسبب في ركنية، تسبب في ركنية بعد خروجه السيء حارس كوت أمجاد. من هالمسك تنفيذ طويلة وركنية ثانية. فعل لحد الآن الكلاسيك بعد مرور 21 دقيقة لعب. النتيجة متعادلة 0-0. تنفيذ الركنية لباح 3 صالح ملوكية نفطوان. دفاع وخطأ في المراقبة، خروج من الكرة لطرف متبع صعوبة. ما توصلش تلقى الآن لشباب قسنطينة. تزل المراوغة بن بوزيد زوبي، رايحة في اتجاه أخوه بوزيد يوسف رقم 10. يعاود يرجع الكرة لرفيقه، ممتازة والحارس بعد صعوبة صعوبة أمام بن كنيدة وستة أمتار. لقطة ساخرة على مرمى السبع، حارس مولودية نفط وهران وقائد الفريق وأكبر عنصر فيه وعلى أرضية الميدان. فنتي رجع الكرة لورا والموجود بولفلفي لحارسه. أربعة وعشرين دقيقة لعب، نتيجة باقية على حالها، التعادل 0-0 بين مولودية نفط وهران بلباس أبيض ومؤسسة الأشغال لقسنطينة بلباس أحمر وأسود. اتحاف اتجاه الهجوم بن كنيدة والحارس بعد ضربة رأسية ممتازة من بوزيد يوسف رقم 10. يلعب كقلب هجوم ثاني جانب رفيقه بن كنيدة. لفت من بوطبة، دفاع يرجع فنتي ضربة رأسية بوزيد وشريف لوزان قوة يخرجها. النمون معزول وحده، رجوع الكرة إلى منطقة ولدي تلفت على لعب بس ما صبح جاه لباح ويفتكهالو الشاب سليماني، لكن ما عرفش كيف يستغل هذه الكرة. بلالماس لمشري
سباح تفضل يرجعها لبنارس. نشري يحل المراوغ من نشري ويحصل على مخالفة. ممتاز بالمراوغة الشاب هذا 17 سنة كل مرة يكون في هجوم فردي حصل على مخالفة. ركبة فردية من طرف لاعبين تاع مؤسسة الأشراط في قسنطينة يحدوا من هجمات ولادية تفطوها. كرة طويلة وبعيدة يوصل عليها مزيان لباح شريف لوزان يلعب متأخر الآن عندما تكون الكرة عند رفقة وما فيش تسلل. يقول الحكم بن ليمون دخل المنطقة ما فيش تسلل وما تسجلش. غريبة غريبة الكرة هذه ما تدخلش غريبة. بن ميمون مرر كورته إلى سباح لكن سباح بعثها في المكان المناسب وين توجد رأس أحد اللاعبين أحد المدافعين. شوف الإعادة تاع اللقطة لكن الهجوم سبق مش عارف اللي راح نشاهد الإعادة. بالفعل شكرا للزملاء الفنيين. هذا بن ميمون بالكرة بعد تردد الدفاع وتردد حتى المهاجمين. شوف يمرر كورته ممتازة إلى رفيقه سباح ليوجهها في اتجاه المرمى الشاغر لكن توجد في اخر لحظة رأس احد اللاعبين ليخرجها. هكذا يفوت فرصة على مولودية نفط وهران في الدقيقة 28 من الشوط الاول من هذا اللقاء النهائي لنيل كأس الجمهورية بين مولودية نفط وهران وشباب قسنطينة فريق ينتمي لما بين الرابطات او القسم الشرفي سابقا. فندي عبد العزيز بن يوسف يسبح معاهم بن أرمس يصعد كثير ويستعمل في إمكانياته البدنية لحال بن ميمون يتركها لمشري يقذف لكن دفاع دفاع صلب لحد الآن قاوم ويرد كل الكرات وكل المحاولات تعمل دي تفتح. فيه حوالي ست لاعبين اللي يلعبوا يعني في الفريق منذ 4 سنوات في صفوف مؤسسات الأشغال لقسنطينة. تسمح هذه العملية للاعبين باش يلعبوا بطريقة متكاملة كما ذكرت في البداية. أغلبية اللاعبين ينتميوا لفئة العمال بالشركة شركة إيكوتيك سابقا ومؤسسة الأشغال لقسنطينة فريق اللي كان غير معروف اللي حصل على المرتبة الثانية هذا الموسم. شريف الوسن سباح بن يوسف ثلاثي في وسط الميدان لباح فوتو جديد نفط وهران حصل هو الاخر على المرتبة الثانية كان في بطولة القسم الوطني الاول. سوء تفاهم بين اللاعبين وتضيع الكرة هكذا من مزيان. دباح ليحا في اتجاه سليماني والإصابة لا. ممتازة ممتازة هذه الكرة الساخنة اللي بغتت الدفاع ما كانش ينتظر في الانفلات نتاع الشاب سليماني على الشاشة
21 سنة. انفلات على الجهة اليمنى ويقذف في الزاوية المغلقة. كادت تباغتو هذه الكرة لولا التدخل الموفق تاع الدفاع، لأن السبع كان ارتد مع الكرة. شوف الإعادة، ينفلت دخل المنطقة أمام ثلاث لاعبين. بن يوسف تفوت الكرة هذه بالتنس، ضيع التمريرة من بن يوسف، كورتو أقوى، سوء تفاهم يخلي اللاعبين يضيعوا كرات في هذا المستوى وفي لقاءات مثل هذه. تضييع الكرة معناه هجمات معاكسة ومعناه تضييع فرص. دقيقة 31، نتيجة 0-0 بين مولودية طفطوحان بلباس أبيض وشباب قسنطينة عن طريق بوزيد زبير على الجهة اليسرى اللي يحمل رقم 7 مع بن رماس يراوغو، لكن يتفوق عليه بالعباس يسبح بن رماس. يبذل في مجهود كبير في الدفاع وفي الهجوم. شريف الوزاني يبذل رفيقه ضيع هذه الكرة بشكل زيادة. غفير بالمقارنة مع بعد المسافة، دور بشجع في مؤسسة الأشغال لقسنطينة واللي جاء بكثرة. فندي توزيعة مليحة ودفاع يدخل طريق ونس زيان يرتكب مخالفة بالهدف. إسعافات تقدم للاعبين اللي قد بعد استدامة. قدم هكذا الاسعافات للاعب المصاب، يقوم معافى. لاعب دبشي رقم 6 34 دقيقة لعب ومخالفة صالح مؤسسة الأشغال لقسنطينة. بوطبق مباشرة فوق العارضة يجرب حظه، قذفة قوية كنت مر فوق العارضة وتبقى النتيجة على حالها تعادل 0-0 بينما هذا جانب مولودية نفط وهران واللاعبين الاحتياطيين وطاقم التدريب اللي يتكون من مشري وقشرة. تشاء الصدف ان يكون قشرة مدرب مساعد بجانب مشري. قشرة لاعب سابق لمولودية نفط وهران واللي كان فاز بالكأس بأول كأس اللي فازت بها مولودية نفط وهران سنة 75 امام مولودية قسنطينة، بينما هذه محاولة ممتازة وتضيع. قلت قشرة لاعب سابق لمولودية نفط وهران اللي كان فاز الى جانب رفقائه انذاك بالكأس وامام مولودية قسنطينة سنة 75 اول كأس
بعد 10 سنوات قشرة مدرب تاع مولودية لافتوران. ترى ما ستكون نتيجة هذه المقابلة؟ لقد فندي رفقاء كثيرا ما تشكل خطورة نظرا للسرعة والدقة في التمريرات. رغم ان الفريق يلعب بحذر يغامرش كثير في الهجوم، ما رجوعه موفق لمنطقته وتغطية دفاعه وسط ميدان تضيق الخناق على كل من بن ليمون صباح و رفقاء المهاجمين. خلفها ممكن تشكل خطورة على مرمى بوطمجات صالح مولودية لافتوران. على يمين الحارس بوطمجات، خلف مباشرة بن يوسف يتمتع بقذفات قوية وبالتشغيل بخلفه أمامه والناس. ساعد قلب الدفاع هجوم معاكس، لا هجوم معاكس لصالح مؤسسة بناء. وزيد طويلة الكرة، شريف لوزاني أكثر سرعة وأكثر تجربة، يفوز بالكرة لكن لفترة قليلة، ترجع لسباح طويلة في اتجاه مشري، يعتمد على سرعته وعلى مراوغاته. تفتكر عيشه أو اسمه والحبس ثمانية وثلاثين دقيقة لعب، صفر لصفر في النتيجة. لباح مر بالكرة أمامه مزيان يتركها لي سباح ومخالفة لصالحه اشتكلها عليه سليماني رقم 11. بن يوسف فاز والدفاع دخل عن طريق قسمه يغطي منطقته كما ينبغي رغم وجود مشري وسرعته ومراوغاته شل كل حركاته لحد الآن. كل اللاعبين قايلين من دورهم في لقاء صعب، لقاء كأس. شريف لوزان جرب حظه، كرته ترجع لصالح مؤسسات بناء. فندي قائد الفريق وقائد بالفعل، تظل حركاته وتبريراته للدقيقة. دبشي مزيد زوجير فندي ارجع لديمشي قسمون تغريدات ذكية قسمون طويلة والدفاع تفاهم بين لباح ومزيان وابداء كرة يلعب متقدم دفاع قسنطينة لما تكون الكرة عنده يعني يهاجم بأكبر عدد ممكن من اللاعبين ويسيطر على أرضية الميدان ويتوزع مليح فوق أرضية الميدان طريقة ذكية طبق في تعليمات تاع مدرب وزيد رابح 35 سنة واللي يعتبر مدرب ممتاز
بينما هذا سباح طويلة بن ميمون افتكها له بالفلفل وركنية هي لصالح ولدية نفط وهران قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق. النتيجة بقية متعادلة 0-0. مزيان في التنفيذ باليمنى ويلا دفاع يخرج الكرة من ميمون الحارس وخطأ ومشري ضيعها بيراوغ مشري داخل المنطقة ضيع عليه فرصة هكذا فوتوا هذه الفرصة بعد ارتباك في الدفاع مزيان والحارس قد فعل الكرة المقوسة هذه من بن يوسف الصورة 22 سنة لاعب ممتاز اشتغل في مدينة نفط وهران مستوى لحد الآن مستوى مقابلة كأس عروض لبس بها لاعب مشي عالكم في دين حارس وتبشت فندي عباس قزمون يمكن إذا فوت هذه الفرصة عليه كان بإمكانه باش يقوم بتوزيع الكرة لكن تفوتوا وتضيع فرصة هكذا شريف لوس لسباح حتى الآن فريق قسنطينة واقف المد للمد لمودية نفط وهران وتجربتها وخبرتها ومستواها لعلمنا أن المودية احتلت المرتبة الثانية في بطولة هذا الموسم لحال يقتنص كل الكرات الشاب بن كينيدا 19 سنة إمكانيات بدنية لبس بها وفنية كذلك ذكر كان سجل هدف فريقه أمام هدف الفوز أمام غالي ري معسكر حد الآن وقف الند للند لمولودية نفط وهران طبق في خطة ذكية في تعليمات مدربه زيد رمح الرب اللي باشر مهمته على رأس الفريق منذ سنة 84 يعني منذ السنة الماضية إذ كان درب عدة فرق في الأقسام الجهوية عنده تجربة وعنده خبرة في الأقسام الجهوية خرج من معهد التربية البدنية والرياضة بقسنطينة وحصل على دبلومات في التدريب يثري من حين لآخر معلوماته الكروية حكم برقي يقول نهاية الشوط الأول نهاية الشوط الأول بنتيجة متعادلة 0-0 نتيجة هذه طبعا لصالح مؤسسات الأشغال لقسنطينة اللي وقف الند للند لمولودية نفط وهران مولودية نفط وهران اللي بذلت كل مجهوداتها لكن بدون جدوى لحد الآن إذن 0-0 في انتظار بداية الشوط الثاني من هذا اللقاء Thank you.
المدرب بعدها ب 45 دقيقة من الشوط الأول، يعني ما هو متابعة تكون عن هذا الشوط؟ لا بومير ميتون هذه كانت إكيليبري، توازنا المولودية كان عندها هدف باش يسجلوا، وفريق قسنطينة ثاني كان عندهم هدف ولا اثنين باش يسجلوا، ولكن لايتي ليكيليبري بالانسومبل. يعني كيفاش كان رد فعل كراك شباب قسنطينة؟ إيزون فورني اون بومير ميتون ريماركابل، جو لي فيليسيت سيرتو فندي، خاصة فندي وجناح اليسر. يعني كيفاش تنظروا للشوط الثاني هذا من الشوط الثاني؟ غادي سيرمون نطلبوا اللاعبين نتوعنا باش اكسيليرو دافونتاج دو جوو d'accélérer plus davantage en deuxième mi-temps et passer par les ailes, surtout celle de gauche, parce que le premier mi-temps nous avons travaillé surtout avec le janah يعني كنت تنتظروا في هذا يعني رد الفعل نتاع شباب قسنطين؟ نعم داير قلناها في كسمو في الصحافه بلي هذا الكريب وصلت لابينال، ماشي غير هكا لعبوا مع تيروت اللي قسم الاول، مع معسكر قسم الاول، مع باتنا ثاني اللي ستين ايكيب فالاب اللي زون اليميني انا بارت كومون. يعني بامكانهم يعني من خلال كلامك بامكانهم يعني يحصلوا على نتيجه ايجابيه في هذه اللقاء. شكرا. ثاني انت مساعد مدرب زيد مدرب فريق شباب قسنطين، يعني بعد هذه 45 دقيقه الاولى انتم يعني راضون على الاداء لفريقكم، كيفاش يعني راضين بالحق راضين بهذا الشيء؟ بصح وشيء يعني لي كونسين يعني دوني بار لونتونور نون با ايتي ابليكي سيرتو نيفو لا ديفونس، وين جماعه تقلقوا بزاف وتسرعوا في بعض الاحيان اللي كانت تتمنى يعني كان يكونوا اهداف علينا احنا، وعندنا نتسلسلوا ساعه على الشيء اللي يعني البيوت الاهداف اللي راحوا لنا احنا نسيب مع الطرف خاصة سليماني هو اللي ضيع هدف محقق ما ضيعوش هو حوس يلعب مليح يعني يديرها روتري صاحبه اللي ما تبعوش ما صلحهاش يعني هو بان في يعني دفاع روتري هذاك بس هو اللي ما صلحهاش يعني من خلال 45 دقيقة الأولى هذيك كنا نلاحظوا ضعف نوعا ما على الدفاع وخاصة من الحارس لا الدفاع نقول لك حاجة يعني سيرتو الدفاع بصفة يعني عامة يلعب حسب لعب شغل على الاعصاب لعب اعصاب مازال ما يحكمش يعني الروندمون تاعو بالتوازن بالك يعني مع لي كونسين اللي يعطيه المدرب في الشوط الثاني بالكش يعني يعذر روحهم يتسرعوا بزاف وما في يلعبوا خير من هكا بس المره هذه يلعبوا يعني على الاعصاب تاعهم يا اخي ما لقاوش واحد يعني الدافعين تاعنا يعني لبس بهم الربعه يعني لبس بهم بس اول شيء ما حكموش الريتم تاعهم بالتوازن يعني بالنسبه ل خطة لعب المولودين هل يعني ثبت لكم بشوط؟ لا يعني الخطة يعني حفظها مليح المدرب قبل ما يعني ما يلعبوا مع الفريق هذا ولمبيو يعني من بكري عندها لعب تاعها ثقيل وخاصة يلعبوا غير مع وسط الميدان الكثرة يعني لوتور تاعهم يتريفون تاع الديفونسور اي دو تو طون لون بيو ايتي كومسا يعني ديما يلعبوا اللعب تاعهم ثقيل اون ديفونس اون دو تيرن. التكهنات نتاعك بالنسبه للشوط الثاني هذا؟ التكهنات تاعي اذا 45 مينوت يعني ما مش يعني على الحوصله الكرويه لنهائي الاشبال والاواسط كلي اي وهران كان مدرسه وباقي مدرسه تاع كره القدم وتكوين
الشبان وتزويد المنتخبات الوطنية بالشباب، فهنيئا للفريقين. نرجع إلى المقابلة، المقابلة في القمة، المقابلة النهائية للأكابر اللي راح تكون ختام للموسم الكروي بالنسبة للبطولة وبالنسبة للكأس موسم 85. الشوط الأول كان انتهى بالتعادل 0-0 بين مؤسسات الأشغال لقسنطينة بقمصان الحمراء وشورت أسود، وبلدية نفط وعران بقمصان بيضاء وشورت أبيض. الشوط الأول كما شاهدت كان ممتاز بفضل الفنيات اللي بذلوها اللاعبين، خاصة فريق مؤسسات الأشغال لقسنطينة اللي حقيقة وقف في وجه المحاولات نتاع مولودية نفط وعران، وكان ضيع زوج فرص ثمينة لفتح باب التسجيل كذلك شان بالنسبة لمولودية نفط وعران. وأوقف الند للند لمولودية نفط وعران في 45 دقيقة الأولى، باقية 45 دقيقة لتعيين الفائز والمتفوق بهذه الكأس، كأس هذا الموسم. لا بأس نذكر أصدقائي بتشكيلة الفريقين. بالنسبة لمؤسسة الأشغال لقسنطينة عندنا بوطمجات في الحراسة، رقم 22، رقم 3 قسمون، رقم 4 ابو طبا، رقم 5 ابو الفلفل، رقم 6 ديبشي، رقم 8 فندي عبد العزيز، رقم 7 ابو زيد زبير، رقم 11 سليماني، رقم 9 بن كنيدة، ورقم 10 ابو زيد يوسف. المدرب تاع الفريق هو سي زيد ربح. بالنسبة لمولودية نفط وهران، السبع لباح، بن هرمس رقم 2، والناس رقم 4، بالعباس رقم 5، شريف الوزاني رقم 6، بن يوسف رقم 10، سباح رقم 8. في الهجوم عندنا مزيان رقم 11، بن ميمون رقم 9، و7 مشري، ومحاولة خطيرة خرجها الحارس بصعوبة، حارس بوطمجات 27 سنة. كان تاع اللقاء سيد برقي عبد الرحمن الحكم الرئيسي بمساعدة نجيبة ورومان. زوج دقائق لعب، النتيجة متعادلة 0-0، بينما الحارس بوطمجات قدم له الإسعافات بعد تدخل تاعه القوي وإخراجه للكرة من منطقة بصعوبة. كانت أول محاولة في الشوط الثاني هذا. وهكذا تشاء كرة القدم أن يوصل للدور النهائي فريق من القسم الشرفي سابقا ما بين الرابطات، ولأول مرة في تاريخ كرة القدم الجزائرية حيث وصلت فرق إلى الدور النهائي، فرق من القسم الوطني الثاني. فالجيل هندسة البناء في الموسم الماضي كانت انهزمت أمام مولودية نفط وهران ببدنة هدفين بهدف، وداد تلمسان وصل كذلك اتحاد من نجم الحراش لما كان في القسم الوطني الثاني او في القسم الجهوي. ولاول مره فريق من القسم الشرفي او ما بين الرابطات يوصل للدور النهائي ويلعب ادوار رئيسيه في الكاس، وهذه كره القدم كما هو الشان بالنسبه لعده فرق في اوروبا خاصه في انجلترا. شفنا في مباريات النهائية الفرق توصل، فرق من الدرجة الثانية، فرق من الدرجة الثالثة توصل وتلعب أدوار رئيسية، وهذه هي كرة القدم ومفاجأتها. العباس تخرج الكرة، كم يقول ركنية تمسي بركي، لا 6 امتار الاخير يقرر بعد مشاورة مساعده نجيبة. نجيبة كان ادار اللقاء النهائي للموسم الماضي بين مولودية نفط وعران وجيل هندسة البناء.
لقاء منقول مباشرة من ملعب 5 جوليا الأولمبي. إخراج للزميلين الهاشمي الشريف وتبيشي الطيب. 4 دقائق لعب، 0-0 في النتيجة. في حالة التعادل تجرى أو يجرى وقت إضافي، ثم اللجوء إلى ضربات الجزاء في حالة التعادل بعد الوقت الإضافي. هذا قانون الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم. بن كنيدا لباح يتفوق عليه وتمس لصالح بن كنيدا، يحمل رقم 9 ويلعب على الجهة اليمنى. فندي عبد العزيز مشي تلقى بالكرة، تغطي كورتو، تفوق عليه قسم طول القامة نتاعو. فندي اتجاه بوزيد زبير، اخ بوزيد يوسف رقم 10. بن ليمون انطلق لكن بول فلفل والحكم يكون في مخالفة، في دفع من بن ليمون على بول فلفل. ليمون قلب الهجوم وهداف فريق مولودية نفط وهران. بن يوسف طبعا مولودية نفط وهران راح تبذل اكثر مجهودات في الشوط الثاني هذا حتى تتعدى العقبة. فريق الشاب ريحة من المشري لكن ضعيفة. سبع دقائق لعب، التعادل 0-0 بين مولودية نفط وهران بلباس ابيض وشباب الرياضي لمؤسسات الأشغال لقسنطين. سبع قوة تاع مولودية نفط وهران كما نعرف تكمن في اللعب الجماعي تاع الفريق وخاصة وسط ميداني ممتاز لكونه الثلاثي بن يوسف السباح وشريف الوسن. لحد الآن كل محاولاته فاشلة أمام إرادة الشباب الرياضي لقسنطين. بعد مرور 8 دقائق كأن الفريق ينتمي إلى الدرجة الأولى إلى القسم الوطني الأول. يلعب بدون مركب نقص، إرادة كبيرة طبعا كل هذا بالمقارنة مع مولودية نفط وهران. ها الدفاع لكن ها لبوزيد زبير، يبقى بالكرة بوزيد زبير وحاولها لكن في الأخير كانت فاشلة. حبي يقذف
القذف نتاعو كانت فاشله وضعيفه وتضيع. مشري بن يوسف وترتكب عليه مخالفه. حتى ما نقللش من قيمه مولوديه نفط وهران، الفريق ككل طول ما يبذل في مجهودات كبيره. واعي صعيبه صعيبه، والدفاع تفكك هنا بالتمريره الارضيه من سباح، وهجوم معاكس، هجوم معاكس، ولباح يسبق، لباح كان اسبق من سليماني رقم 11 اللي اصبح الجهه اليوم. مخالفة يقول الحكم صالح لباح من وسط الميدان اتجاه بن ميمون. بن ميمون يستعمل المراوغة، حكم يترك اللعب رغم ان فيه لمس باليد من طرف بن ميمون للكرة. سوء تفاهم هنا في هذا التمرير. بلعب بس سباح جاب بن ميمون قبل يتركها لبن ارماس، رد جميل عليها. خرج الكرة، خروج من المنطقة ممتاز من طرف عيشول مدافع الأيمن. باش دقيقة لعب، تعادل 0-0. مولودية نفط وهران نذكر فازت بالبطولة لأول مرة في سنة 71، السجل تاعها فيه بطولة سنة 71 وكأس سنة 75، كأس ثانية في الموسم الماضي ثم الدور النهائي الثالث هذا. بن يوسف مزيان، بن ميمون لباح او سباح، ومخالفه يحصل عليها بن يوسف. الفا على بعد حوالي 25 متر على مرمى بوطمجات حارس مؤسسات الاشغال لقسنطينه. دقيقة في 13 من الشوط الثاني هذا، النتيجة باقية متعادلة 0-0. تنفيذ بن يوسف قوية ممتازة، والهدف ممتازة ممتازة من بن يوسف، ممتازة المخالفة والتنفيذ تاعها، طريقة دخول الكرة إلى الشباك حيث اصطدمت الكرة بالقائم الأيمن للحارس بوطمجات وسكنت في الشباك في شوط الإعادة. ممتازة من بن يوسف، هدفات قوية كما قلت في الشوط الأول، يمتاز بها هذا الشاب 22 سنة. الحارس مشى مع الكرة لكن قوة القذفة كانت لها الكلمة الأخيرة وتستقر في شباك بوطمجات. هدف لصفر، هدف لصفر في الدقيقة 13. محاولة كانت صعبة على مرمى بوطمجات، شامعة في الاتجاه السليم للكرة لكن قذفة كانت قوية وكانت دقيقة. هدف لصفر و
تنطلق الأهزيج من المدرجات ومن مشجعي بلدية نفط وعراد أمام فريق شاب يبذل في كل مجهوداته أمام فريق قوي، فريق من الدرجة الأولى طبعا، فارق في التجربة وفي الخبرة. لكن هذا بيناش شبان مؤسسات الأشغال لقسنطينة باش يضعفوا من مجهوداتهم بعد 14 دقيقة لعب من الشوط الثاني. النتيجة إذن لصالح بلدية نفط وعران، هدف لصفر من إمضاء بن يوسف. قدم هذه ومفاجآت كأسها نشاهدها على الصورة. لمن ستكون هذه الكأس؟ كأسها الموسم طبعا. الفريق اللي يستغل كل الفرص، يستغل كل الفرص الذهبية اللي تتاح له. وأول إنذار في المقابلة، أول إنذار في المقابلة لبوطمجات الحارس، تدخله غير شرعي، حركات الغير رياضية المفروض ما لازمش نشاهدها في ملعبنا. لأننا في ملعب كرة القدم والمفروض نشاهد لقطات كروية لا غير. فندي حاول مليحة، شاهد وزيد، لكن الحارس استشرق لعب أكثر حماس، أكثر حماس من الدقائق الأولى من الشوط الثاني. طبعا بعد تسجيل الهدف بلدية نفط وعران أصبحت تلعب أكثر ثقة وتحاول تضيق الخناق على اللاعبين مؤسسات الأشغال لقسنطينة، اللي طبعا واعيين بهذا ويحاولوا عن طريق الهجومات السريعة وتكثيف مجهوداتهم لتعديل النتيجة. فندي يدخل داخل المنطقة، فتحة، دخل دفاع بن يوسف، مسبح بن يوسف، شريف لوزاني، مراوغة ذكية، سبح بن أرمس، أكثر تجربة وأكثر خبرة بن ليمون، بن أرماس، وكانت ذكية توزيعها نتاعو، لكن رفيقه ما انتظرش هذه الكرة، كرة أرضية ممتازة، انطلاقة من بن كينيدا، وقفوا قلب الدفاع بالعباس، خرج الكرة للتماس. هدف لصفر في النتيجة. صالح مولودية نفط وعران أمام مؤسسات الأشغال لقسنطينة. قسمه توفيق تونس تجاه فندق أبلاس. وسبح خرج الكرة. وزيد زبير الدفاع.
حظه بن كنيدة من بعيد، كورتو كانت بعيدة يا الأخوة. تبقى النتيجة على حالها بعد مرور 19 دقيقة على هدف لسفر صالح مولوديت. لفت وهران من إلغاء بن يوسف في الدقيقة 13 من الشوط الثاني، لقاء ممتاز لحد الآن. نشري يدخل داخل المنطقة، يراوغ كثر من المراوغات، حب يراوغ الحارس لكن كان أسرع منه ويقتنص هذه الكرة، يفوت فرصة على مشري لإضافة هدف ثاني. بن كنيدة ممتازة وركنية من أحد اللاعبين لمس الكرة، شاب بن كنيدة 19 سنة. أصغر عنصر في صفوف مؤسسة الأشغال لقسنطينة تنفيذ الركنية. حارس بعيد دخل بقبضة اليد يخرجها، يمشي لي مزيان من الجهة اليسرى، محاولة تجميد اللعب والخروج من المنطقة بعد الحصار المضروب عليها. شريف اليسرى سباح، الريتم الان اصبح اقوى. طرف من وجود تفتح بن كنيدة، افتكروا ما فيش مساعدة. بن يوسف بن الماس، شريف مرسل، تبادل الكرات لجلب اللاعبين لمنطقتهم ثم الانطلاق. بن يوسف، شريف مرسل، بن يوسف مرات ذكية، يدخل بن يوسف تمريرة لي مشري وما تمرش، ترجع لمزيان بن ميمون. يا حالي لباح اللي موجود وحده على الجهه اليسرى، الى اتجاه مزيان، دفاع يرتبك ولكن في الاخير يفوز بالكره هذه، يفوز بها بو الفلفل. ثم فندي عبد العزيز، والخطأ خطأ كاد يسبب بالعباس في محاولة للتسجيل ولصالح شباب قسنطينة لولا يقظة الحارس. مر الكرة للخلف دون ما ينظر، في أحد اللاعبين ساقط على أرضية الميدان. وعشرين دقيقة قدم الإسعافات للاعب المصاب، نتمنى يقوم معافى أمام هذا جانب من الجمهور ومشجعي مولودية نفط وهران اللي تنقلوا كثرة إلى ملعب 5 جويلية لتشجيع مولودية نفط وهران في هذا اللقاء النهائي لنيل كأس الجمهورية، اللي لحد الآن متفوق ب هدف لصفر منذ الدقيقة 13. على الصورة المدرب زيد رابح،
عندنا النرفزة دخلت لاعبين مع مؤسسة قسنطينة بحيث محاولات كثيرا ما تكون في غير محلها مرات للخصم. بوتابا والدفاع البلدية قوة فهل ملتفين حوله كل اللاعبين تقريبا بصفع بالميمة بن يوسف سباح بلانغاس غاس اللي يصعد كثير فيش مراقبة من طرف المهاجم الأيسر بتاع مؤسسة الأشغال يترك له الحرية باش يصعد للهجوم سباح يتفوق على زوج لاعبين زال ما احتفظ بالكرة وركنية هي لصالح بن يوسف راح يقوم بالتركيب هذا السباح 24 سنة بن يوسف ينفذ الدفاع لباح بوطبا يخرج تبقى الكرة عند بن ميمون يجرب حظه لكن كورته تصطدم بالدفاع تخرج ركنية برقي الحكم الرئيسي تاع اللقاء كان قريب من اللقطة 27 دقيقة لعب هدف 0 في النتيجة لصالح مولودية نفط وهران أمام مؤسسات الأشغال لقسنطينة بن يوسف دائما في التنفيذ وإلى وممتازة ممتازة من نونس دفاع يخرج بن أرماس صعيبة 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 الكرة مرت فوق العارضة كادت تباغت الجميع لكن لحسن الحظ بوطمجات مرت فوق العارضة نشوف الإعادة هيك تمر الان لصالح مولودية نفط وهران كان الحذاري غاري من المفاجآت بالكأس الشيء اللي تعودنا عليه يعني لا منطق مع كرة القدم كل شيء ممكن يحدث ولو في اللحظات الأخيرة من المقابلة عيشوا تلاقى على الجهة اليمنى فتحة طويلة رجوع الدفاع يعني يكفي مؤسسات الأشغال لقسنطينة أنه وصل للدور النهائي هذا شرف كبير له وللمجموعة ككل من مسيرين لاعبين ومدرب يمشي جاه فندي عبد العزيز وياخذها سباح شريف لوزان لباح ترجع لشريف لوزاني خروج موفق من المنطقة لصالح مولودية نفط وهران تمريرات قصيرة يخلقوا فرص لي الوصول إلى منطقة بوطمجات
الهدف اللي سجله بن يوسف منذ دقيقة 13 لصالح مولودية طهران، إلا أن المولودية تلعب بحذر، ما تغامرش كثير نظرا لقوة الفريق الشاب وإرادته اللي ممكن تحدث المباشرة. سباح في اتجاه لباح على الجهة اليسرى، كرة طويلة ترجع للوراء وللحارس، تهدئة اللعب يكون فيه تغيير بالنسبة لمؤسسات الأشغال اللي قسم فيها. رقم 15 ديابي يدخل ويخرج مكانه شاب قسمول، أول تغيير في الصفوف مؤسسة قسنطينة. بقي 14 دقيقة الآن من المقابلة ومن الشوط الثاني هذا لمعرفة من سيتوج بكأس الجمهورية لهذا الموسم. كل هذا كل تحفظ وتبقى في دفاع دبشي، كرة عالية في الوسط، مستعد دخل مرة، دبشي عاود يرجع الكرة، وتمس لصالح مولودية نفطوارة. رغم النتيجة اللي سجلها لصالح مولودية نفطوارة، ظل فريق الشاب فريق مؤسسات الأشغال لقسنطينة بذل كل مجهوداته عساه يحصل على هدف التعادل. بوزي لاعبين تاع الدفاع تاع المولودية يتفكك الأولى ويخرج الكرة بأي طريقة من التحكيم، ومخالفة صالح بوزيد الزبير، خلف على يمين الحارس سبع قائد فريق مولودية نفط وهران وحارس صعيبة صعيبة هذه الكرة، كانش ينتظرها الدفاع لكن الخبرة والتجربة والسنين الطويلة لسبع كانت في الوقت المناسب. مزيان شريف يوسف بن ميمون وجه لوجه مزيان، ما زالت الكره عنده، يراوغ الاول ثم يكثر من المراوغه ومخالفة عليه يقول الحكم، ساعد برقي الأول نجيبة، فرصة ذهبية كانت ضاعت لمولودية نفط وهران بعد تمريرة ذكية من بن ميمون، قام بمحاولة فردية بعد ارتداد الكرة من دفاع مؤسسة الأشغال قسنطينة، تنفذ طويلة بن ميمون مشري ضيع ثم مزيان والهدف الثاني. الهدف الثاني، الهدف الثاني من مزيان بعد القذفة الأولى تاع مشري. شوف المحاولة بن يوسف يوزع بن ميمون يختطف هذه الكرة بالرأس، شوف تمريرة تجاه الستة أمتار مشري ضيعها ومزيان
قذفته تصطدم باحد اللاعبين وتباغت الدفاع والحارس وتسكن في شباك بوطمجد، هدفين لصفر في النتيجة. عادة من زاوية اخرى. شكرا للزملاء الفنيين في الاستوديو. ليمون يصعد يرجع الكرة للوسط، كتفها مشري ضيع ثم مزيان. هدفين لصفر في النتيجة قبل نهاية المقابلة بعشر دقائق. المهمة عند مؤسسات الأشغال لقسنطينة تبدو صعبة بعد تسجيل الهدف الثاني. فندي مجهود كبير يبذل فيه، وزيد زبير بحق قوسة لكن فوق العرض، جرب حظه من بعيد. تسع دقائق الآن قبل نهاية اللقاء والنتيجة لصالح مولودية نفط وهران هدفين لصفر. الهدف الأول تسجل عن طريق بن يوسف الدقيقة 13، والهدف الثاني كان تسجل عن طريق مزيان في الدقيقة 35 عن طريق قلت مزيان. هذا اللاعبين تاع الشباب قسنطينة بذلين مجهودات، مجهودات كبيرة. تسجيل ولو هدف. بن عباس. بن يوسف. بن عباس. بين الرمس تمريرات قصيرة تهدئة اللعب. شريف لوزان اعتماد على وسط الميدان. بن يوسف مراوغة لمزيان، مليحة مراوغة بالجسم تجاه بين الرمس. كرة صعيبة صعيبة وست أمتار صعيب هالكرة هذه أمام الشاب مشري، سريعة كثير سرعته في أغلب الأحيان ما هيش لصالح فريقه حيث يتسرع في بعض الأحيان. بكينينا صالح مؤسسات الاشغال قسنطينة حصل على المقابل. هنا ما راح يكون في تغيير بالنسبة لي وسط الميدان تاع مولودية نفط وهران بعد التعب او الاصابة اللي عرض لها سباح، راح يغادر الميدان ويترك مكانه لمول سهول لاعب وسط الميدان كذلك. عشرين سنة الشاب مول سهول الصورة في 15. بوطبع تنفيذ المخالفة، كل اللاعبين في منطقة مولودية نفط وهران. خمس دقائق قبل انتهاء الشوط الثاني والمقابلة. تمس صالح سليماني تركها لعيشه مؤسسات قسنطينة. مع بن عرمس فوق عليه ويقول الحكم مخالفة على خط 18 متر من الجهة اليمنى لمرمى السبع.
نفذ واسبع كل مره بالمرصاد الرجل باليدين خرج الكره ركلي ضغط على منطقه مريدين برطمان الان كرة طويلة للحارس سبعة سليمان جناح بايس من ثلاث لاعبين قبل يرجع الكرة لديبشي وطبع ديبشي فين ممتاز لهذا الفريق يمكن يدع افتكر الكرة شريف لوزاني وتسلل لكل حكم سلل لصالح دفاع مؤسسة عشرة لقسطنطين يعني ما في هذه اللحظات يكون التغيير الثاني بالنسبة لمولودية كف طهران يدخل الشاب مكحل ويخرج الشاب مشري مكحل 20 سنة معدل العمر مع مولودية كف طهران ظهر عمل كبير اللي يقوموا به المسيرين تاع الفريق لتكوين الشباب تكوين النشأ الاعتماد على الشبان في وصلت المسيرة الكروية فندي تنفيذ ثلاث دقائق قبل نهاية المقابلة ممتازة ممتازة لكن اللاعب ما عرفش وما تأناش في قذفه لهذه الكرة الممتازة لاعب رقم 15 غيابي 21 سنة اللي دخل في الشوط الثاني هذا وخلف قسمه مجهود كبير يقوم به الشباب وكل لاعبين تاع مؤسسات الاشغال اللي قسمتنا ضيع الفرصه من ميمون الان مع لباح مول سهول بن يوسف بن ارمص شريف نزا بن ارمص بن يوسف اكثر ثقه نفس جانب بولودي تفتو هذا واكثر تجربه خبره لباح مزيان بنيمين لباح ترجع لبنيمين رجعها للوراء مباشره والناس لا حارسه من وسط الميدان تقريبا تجميد اللعب وجلب اللاعبين ثم الانطلاق من جديد بالميمون اصبح يلعب كمدافع الان بعد ضمانه للفوز بهذه الكأس قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة وطبع فوت الكرة هذه سيدي لباح هاي بمجهود كبير هو الاخر على الجهة اليسرى الشاب لباح شريف لوزان مول سهول
بنرمس. بن يوسف. بنرمس. تعب خلام اللاعبين الكثير خاصة لاعبي الشباب الرياضي لمؤسسات الأشغال لقسنطينة بعد المجهودات الكبيرة اللي بذلوها طيلة موسم كامل زائد المنافسات منافسات الكأس اللي بطلتش في البرنامج تاع الفريق. ف باسمكم جميعا إن سمحتم أهنئ فريق مؤسسات الأشغال لقسنطينة على المجهودات اللي قاموا بها على الروح الرياضية العالية اللي تحلوا بها طيلة هذه المقابلة وطيلة المقابلات اللي مضت. وهنيئا لمولودية نفط وهران بهذه الكأس الثالثة في تاريخ مولودية نفط وهران لكرة القدم. مولودية نفط وهران بالمنطق شاء اليوم أن يكون إلى جانب مولودية نفط وهران حيث تعودنا مفاجآت الكأس، لكن المفاجآت اليوم بقات خارج الميدان، وبالتالي بقات خارج الميدان منذ 45 دقيقة الأولى. مقابلة تاع كأس شاهدنا فيها لقطات فنية ممتازة من الطرفين، خلتها عروض كروية شيقة، روح رياضية عالية، تشجيعات في المستوى، تشجيعات كانت رياضية كذلك. هدفين جميلين من تسجيل بن يوسف في الدقيقة 13 من الشوط الثاني، ومزيان الجناح الأيسر لمولودية نفط وهران في الدقيقة 35 مع تضييع عدة فرص لفريق الشباب الرياضي لمؤسسة الأشغال لقسنطينة، اللي نهنيه ونشكره على المجهودات الكبيرة اللي بذلها، وهكذا يعطي درس للفرق الأخرى في التحلي بالإرادة وبالعمل. والسر الوحيد في كرة القدم وفي جميع المجالات، السر الوحيد هو العمل، والعمل الجاد والمتواصل. طبعا بعد نهاية هذا اللقاء وبعد نهاية الموسم الكروي راح تتجه الأنظار إلى منتخبنا الوطني ومغامراته في كأس العالم وكأس إفريقيا للأمم. هكذا سيداتي أوانسي سادتي، تشاء كرة القدم أن تتوج مولودية نفط وهران بكأس الجمهورية للمرة الثالثة، حيث نذكر كانت فازت الكأس في سنة 75 أمام مولودية قسنطينة بهدفين لصفر، وفي الموسم الماضي أمام جيل هندسة البناء بهدفين لهدف، وفي هذا الموسم أمام فريق شاب يصعد لأول مرة إلى نهائي كأس الجمهورية، ألا وهو فريق الشباب الرياضي لمؤسسات الأشغال لقسنطينة، واللي هكذا يخرج من هذا المنافسة مرفوع الرأس، حيث قدم عروض ووصل للدور النهائي فضل مجهوداته وفضل إرادته الكبيرة. وهكذا يسلم سيادة رئيس الجمهورية الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الكأس الثالثة لمولودية نفط وهران وللحارس السبع 37 سنة وعميد الفريق، واللي بدون شك راح تكون له آخر مقابلة ضمن مولودية نفط وهران طبعا نظرا للسن نتاعو. إذا كأس ثالثة لمولودية نفط وهران، وميداليات توزع على الفريق الفائز فريق مولودية نفط وهران من طرف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ورئيس الجمهورية، وميداليات تشجيعية لفريق الشباب الرياضي لمؤسسة أشغال لقسنطينة على المجهودات الكبيرة اللي قاموا بها اللاعبين وعلى الروح الرياضية اللي تحلوا بها، واللي نتمنى تكون قدوة لفرقنا في كرة القدم وفي الرياضات الأخرى. هكذا بعد انتهاء مراسيم توزيع الكأس والميداليات التشجيعية للفريقين، شاهد إعادة للهدفين
هدفي المقابلة اللي سمحوا لمدير طهران للفوز بالكأس. الهدف الأول من بن يوسف، شوف القذفة القوية وتباغت الحارس بوطمجات وتسكن في شباكه معلنة الهدف الأول. الهدف الثاني في الدقيقة 35 عن طريق مزياني بعد رجوع الكرة من بعيد وبعد فشل مشري في قذفها، يوصل مزيان ويسكنها في شباك بوطمجات. هدفين لصفر وتتويج مولودية نفط وهران بكأس الجمهورية للمرة الثالثة ولموسم 85. طبعا هذه انطباعات حية من ملعب 25 مباشرة اللي يقدمها لنا الزميل ميلود شرفي. أعزائي الرياضيين، بعد نهاية هذا اللقاء اللي انتهى كما نعرف بنتيجة هدفين مقابل صفر لصالح مولودية نفط وهران أمام مؤسسة أشغال قسنطينة، معنا المدرب مشري يعطينا انطباعاته حول هذا اللقاء والفوز اللي حرز عليه اليوم وكذلك توج باللقب الثالث بالنسبة لكأس الجمهورية. أولا نحمد الله الذي وفقنا لنيل هذا الكأس للمرة الثانية بعد مجهودات كبيرة من طرف اللاعبين، وعدنا فرحة كبيرة يعني لنيل هذا الكأس. فريق المستوى كان مستوى يعني المقابلة كانت في المستوى، وهنيئا للفريق تاع الكراك اللي بذل مجهودة كبيرة وقدم عروض فنية معتبرة، ويعني احنا فزنا بالخبرة. اذا هنيئا لفريق المولودية وهنيئا كذلك لفريق مؤسسة اشغال قسنطينة. معنا كذلك سبع اللي ادى ما عليه في هذا اللقاء وحصل على اللقب الثاني ان صح التعبير بعد مقابلة كأس الجمهورية اللي بطلة والمقابلة نتاع اليوم. واش هي انطباعاتك وانت تخرج متوج بلقب لكأس الجمهورية؟ اولا راني فرحان لدينا كاس، خاطر هذا الكاس كاس الزوج والمقابلة الأخيرة تاعي هذه. نشكر تانيك الفريق تاع الكراك اللي دار مجهودات كبار ولحق لهذه المرتبة، نشكرها بزاف ونتمنى لها ان افونير مير ومستقبل زهر. وثانيا نهدي هذا الكاس للجمهور تاعنا اللي راه هنايا جا من بعيد وجا شجعنا بزاف. صح، شكرا، بارك الله فيك وتهانينا. معنا كذلك اللاعب فندي اللي معروف وادى ما عليه، معروف في الفريق فندي عبد العزيز، ادى ما عليه في هذا اللقاء. ماذا بنا يعطينا انطباعاته حول المقابله هذه؟ يعني مقابله يعني تشرفنا احنا، بخاصه احنا فريق يعني تقدر تقول احنا فريق ضعيف بالنسبه لمولودية وهران، والنتيجه على كل حال النتيجه النهائيه يعني تشرفنا احنا كفريق يعني وصلنا يعني وصلنا للدور النهائي يسمى لنا الفوز بالكاس، وهذا والحمد لله. ونتمنى يعني الفريق المولودية المزيد من الانتصارات في 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 كاس افريقيا وفي كاس في كؤوس الجزائر منه وجاي. صح، شكرا. اذا تهانينا لفريق مؤسسة اشغال قسنطينة اللي ادى ما عليه، وهنيئا كذلك للمولودية. معنا كذلك السيد مجيبة حكم دولي وكان اليوم مساعد فيما يخص هذا اللقاء. نعم. ماذا بنا يعطينا انطباعاته حول المقابله هذه؟ نقولوا لي تفرجنا يعني على كل حال، حنا كحكام ما نقدروش يعني نعطوا راي على المقابله، ولكن تفرجنا المقابله كانت جيده. نشكر يعني الفريقين يعني المستوى الفني اللي عطاو الجمهور هنايا، ونشكر على كل حال.